وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء هنا قضاء كوني قدري، ليس قضاء شرعيا دينيا، فالقضاء قضاءان، كما أن الإرادة إرادتان، كما أن الأمر أمران. القضاء قضاء شرعي ديني وكوني قدري. القضاء الشرعي الديني قد يتخلف، والقضاء الكوني القدري لا يتخلف أبدا. فمثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك بذلك، أمر بذلك، لكن من الناس من هو عاق، من الناس من لا يمتثل الأمر، من الناس من يشرك فلا يمتثل عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا قضاء كوني، هذا قضاء شرعي ديني. لكن قال الله سبحانه: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا أمر نافذ لا بد أن ينفذ. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرة، في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، هل يتصور أن الله يأمر بالفساد؟ يستحيل أن الله يأمر بالفساد، إنما هنا قدرنا، قدرنا وكتبنا عليهم كتابة كونية قدرية لا بد أن تتحقق. إذن نستفيد أن هناك قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري، قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري. القضاء الكوني القدري لا بد أن يتحقق كما أمر الله سبحانه وتعالى، والقضاء الشرعي الديني قد يمتثل وقد لا يمتثل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قد يمتثل وقد لا يمتثل. لكن كما سمعتم: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هل شرعي ديني أو كوني قدري؟ كوني قدري. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هل قضي الأمر شرعي ديني أو كوني قدري؟ خلاص انتهى الأمر، بمعنى أنه سينفذ لابد. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ما الكتاب هذا؟ قال فريق من العلماء: هو اللوح المحفوظ. الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، كتب فيه أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، وستكون لهم دولة وصولة، وسيعلن علوا كبيرا. هذا كتب في الكتاب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. لعموم الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وهل تحقق هذا الذي كتب، أم تحقق منه شيء وبقي شيء، أم لم يتحقق لا هذا ولا ذاك؟ فهنا أقوال للعلماء. وليعلم ابتداء أنه ليس هناك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ما صورة هذا الإفساد في الأرض مرتين الذي سيصدر من بني إسرائيل. ليس هناك خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يفيد متى هذا الإفساد في الأرض، متى سيكون هذا الإفساد في الأرض. ليس هناك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
بذلك. فمن العلماء من قال إن المرة الأولى كانت في زمن بغطنصر البابلي، فقد علا بنو إسرائيل في الأرض علوا كبيرا وأفسدوا إفسادا كبيرا، فسلط عليهم بغطنصر البابلي المجوسي فأباد خضرأهم وقتل رجالهم، وكذلك استحيا نساءهم وسبى نساءهم، هذا بغطنصر البابلي المجوسي. سامهم أسوأ صور العذاب. وقال آخرون إن المرة الثانية لم تأتي بعد وستأتي بعد، فالله أعلم بتفاصيل ذلك. فإذا طرح السؤال ما صورة الإفساد في الأرض، أو عفوا هل صدر هذا الإفساد في الأرض من بني إسرائيل وعلوا علوا كبيرا، هل مرت هاتان المرتان أم أن واحدة مرت والأخرى ستأتي أم كلاهما سيأتي، كل هذا ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم والله أعلم. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي سيصدر منكم إفساد في الأرض، إفساد عظيم في الأرض. قال يمنع أن تكون هذه الدولة اليهودية الموجودة الآن نالت شيئا من ذلك، أعني التمكين بعض الشيء والإفساد الشديد في الأرض، فنشر الزنا في العالم من خلال وسائل الإعلام التي يقودونها، ونشر الربا في العالم من خلال البنوك الربوية التي يقودونها، وسن القوانين الباطلة في العالم، وإيقاد نار الحروب بين الدول، والبغاء المنتشر، والعياذ بالله، كل هذا من الإفساد في الأرض مرتين. وهذه الدولة اليهودية لها دور كبير بل أعظم الأدوار في تبني هذا على مستوى العالم أجمع. وهذا نذير شؤم عليها، لأن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة، وعد أولاهما، يعني إذا تحقق لكم هذا الإفساد في الأرض في المرة الأولى وعلوتم علوا كبيرا، وعلوتم علوا كبيرا، سلط الله عليكم عبادا، سلط الله عليكم عبادا أقوياء أقوى منكم، كما قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة شديدة في الحروب، وعندهم قدرة على القتال قدرة شديدة، فجاسوا خلال الديار، دخلوا بلادكم وانتشروا في أوساطها وقتلوا فيكم وشردوا وأسروا واستباحوا ما يريدون استباحته. فهذا الوجه الأول. وهنا وقفة مع كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الحكم والغايات المحمودة التي أتى الله بها للمسلمين بعد غزوة أحد، أو الحكم والغايات مما حل بالمسلمين من هزيمة يوم أحد. ذكر فيما ذكر عند قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فذكر ما حاصله إن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أهل الظلم قيض لهم أسبابا، قيض لهم أسبابا لإهلاكهم، فتسلطون على أهل الصلاح ويرتكبون في حقهم جرائم تستوجب تعذيب هؤلاء الظالمين، فيقتلوا من أهل الإسلام من يقتلوا،
ويتسلط على أموال الناس فيسرق منها ما شاء الله أن يسرقوا، فيكون ما صنعوه سببا لإهلاكهم. فلما حصل منهم ما حصل يوم أحد وقتلوا من قتلوا من الصحابة، وتعالى بعضهم قائلا أعلوا هبل أعلوا هبل، كان هذا سببا لمحقهم، كما قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا لا بد وأن يحدث، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، وسعنا عليكم في الأموال وسعنا عليكم في البنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال تعالى لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والآيات بعمومها تشمل كل محسن، إن أحسن الشخص فإحسانه لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعلى أنفسكم أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة، المرة الآخرة التي ستفسدون فيها، ليسوء وجوهكم. ما معنى ليسوء وجوهكم؟ أي ينزلون بكم من النكال ما يظهر أثره السيء على وجوهكم. فالمهزوم والمخذول والمغلوب أثر ذلك كله يظهر على وجهه سوءا، فقوله وليسوء وجوهكم أي ينكلون بكم ويهزمونكم شر هزيمة، فيظهر أثرها على وجوهكم بكاء، مهانة، إذلالا، عارا، خزيا، إلى غير ذلك. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هو المسجد الأقصى كما قال البعض، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قيل ليتبروا يهلكوا ويدمروا ما شيدتموه تدميرا، فأنتم شيدتم أشياء سيدخل القوم عليكم ويدمروا عليكم بيوتكم ويتبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا بتسليط قوم عليكم. فهذه الآية نص فيما ذكره ابن القيم رحمه الله، أن الظالم إذا تسلط وبغى وطغى رجعت عليه الكرة ثانية بتعذيبه والتنكيل به. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقد تسيء أو يسيء فريق من الناس، قد تسيء في دولة من الدول الشرط أو الجيوش أو أي شيء، قد يسيء إساءة بالغة فيتسلط عليه قوم ينكلون به، وبعد يرفع الله الحالة الأولى ويمكن للأولين مرة ثانية، ينظر ماذا سيصنعون. إن صنعوا الذي يسلط عليهم هو الله، إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في النهاية والعياذ بالله جهنم والعياذ بالله. فقد يظلم رجل وبعد أن يظلم يتسلط عليه ظالم مثله، فربنا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تسلط فريق من الظلمة ويطغوا ويبغوا في الأرض، فإذا كان ذلك سلط الله عليهم ظلمة من أمثالهم أو عبادا له أقوى منهم فينكلون بهم، ثم يرفع الله الضر ويترك الأولون. إن عادوا إلى ظلمهم عاد ربنا سبحانه وتعالى إلى تسليط العذاب عليهم. لكن ومن يتعظ ومن يعتبر؟ فإذا قرأ القارئون وتأمل المتأملون وتدبر المتدبرون،
قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، لفهموا سنة كونية، سنة لله سبحانه. إن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت مظاهرات اندلعت في مصر، من الذي سبب لها هذا الاندلاع؟ من الذي جعلها تقوم؟ هو الله. ومن الذي أخمدها؟ هو الله. ومن الذي يرفع قوما ويخفض آخرين؟ هو الله. ولكن قل من يتفطن لمثل هذا. قال تعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.